بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم 2-0. زي ما قلنا في بدايه البرنامج ان البرنامج ده جماهيري، مش ملك حد، لا ملك انديه ولا ملك اشخاص ولا ملك مؤسسات. ووعدنا حضراتكم ان دايما تكونوا معايا اما على التليفون او ضيوف هنا عندنا في البرنامج، وده اللي بنعمله النهارده. النهارده البرنامج واخد شكل جديد شويه، حتى انا الانترو بتاعي مش هشتغل فيه كتير يعني. ومن البدايه بستقبل ثلاثه من رموز جماهير نادي الزمالك. ليه بقى؟ لان احنا كتير بنستضيف رموز الزمالك، كتير بنستضيف نجوم كره القدم، والناس اللي بتتعذب والناس اللي بتتعب والناس اللي دايما بتدفع ثمن مشاكل نادي الزمالك ونتائج فرقه الرياضيه هم اكتر ناس بيدفعوا الثمن، اللي انا دايما بسميهم خط الدفاع الاول عن نادي الزمالك. فاسمحوا لي في بدايه الحلقه ارحب مباشره بضيوف في الاستوديو، الاستاذ خالد نبوي من على اليمين، استاذ احمد شمس، اهلا بيك، المستشار هاني عيد، أهلاً طبعا بيك. عضو جامعه عموميه في نادي الزمالك. اهلا بيك. حد فيكم عضو تاني يا جماعه ولا هو بس؟ لا اكيد. لا طبعا. اهلا وسهلا بيكم، وسعيد ان انتم تبقوا معانا النهارده في حلقه من البدايه. وعايز اقول زملائنا كمان في الاستوديو، يا ريت تبداوا تفتحوا التليفونات، لانه طالما الحلقه ملك جماهير نادي الزمالك فمن حق ايضا جماهير نادي الزمالك تدخل تتكلم معانا. خلينا اقول النهارده الخبر طبعا اللي فرض نفسه على كل الدنيا هو تشكيل لجنه جديده لنادي الزمالك، مشكله من حسين لبيب رئيسا، محمد الاتربي رئيس بنك مصر بالمناسبه ورئيس اتحاد بنوك مصر، طارق جبريل مدير مالي، محمد الاتربي نائب رئيس، طارق جبريل مدير مالي، هاني برزي عضو، حسين السيد عضو، حسام المندوه عضو، عمرو ادهم عضو، حسين السمر المدير التنفيذي للنادي، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي. وبيسعدني قبل ما اتكلم كواحد برضه من رموز نادي الزمالك المطرب الكبير جدا امير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر، اقول له اهلا وسهلا بيك معانا، لانك كنت في حلقه معايا مع احمد جمال وكنت بتناشد وزير الشباب والرياضه انه يحدد لنا ميعاد الانتخابات، ويبدو ان المناشده جابت نتيجه، والنهارده بيعلن حسين السمري ان فتح باب الترشح ان شاء الله يوم 1/9. اهلا بيك يا استاذ هاني معانا. اهلا بيك يا استاذ صبحي. اهلا بحضرتك، سعداء طبعا ان احنا بنسمع صوتك لاول مره معانا في 2-0. ربنا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك الشرف لينا والبرنامج. بيكم بضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. كنت انت ليك رغبه ملحه في انه وزير الشباب والرياضه يبادر بالاعلان عن فتح باب الترشح، وها قد تم بعد 48 ساعه من مناشدتك، شايفها ازاي؟ والله انا سعيد جدا ان ده تم طبعا، لان الحقيقه يعني تسليم نادي الزمالك قلعه رياضيه كبيره من لجنه للجنه للجنه، اعتقد ده شيء يعني ما فيهوش استقرار ولا فيه يعني حاله من ال يعني الاستقرار الفني والمادي للنادي. فانا بشكر سياده الوزير على سرعه الاستجابه، وان شاء الله يا رب الانتخابات اللي جايه نشوف فيها يعني كل ما من يصلح لنادي الزمالك سواء على كرسي الرئاسه او الاعضاء، ان شاء الله يا رب باذن الله. طيب شايف تشكيل اللجنه ازاي؟ حسين لبيب والاتريبي وطارق جبريل وباقي الاعضاء، يعني انت متوسم خير في المجموعه دي ولا بتتفق معايا انه اي لجنه بتيجي بيبقى صلاحياتها محدوده وبالتالي انتاجها بيبقى محدود؟ والله بص هقول لحضرتك بجد، انت يعني كلامك مظبوط طبعا يا الصبح، يعني هو طبعا اي لجنه بتبقى عارفه انها جايه في توقيت قليل وبالتالي صلاحياتها ما هياش كامله الصلاحيه، لكن انا متوسم خير، انا متوسم خير في اللجنه دي، فيها ناس مرتبطة ارتباط مباشر بالنادي ولعبة ممارسة الرياضة وعندها فكرة في التسويق الرياضي، ويعني وفيها رجال أعمال. ورجال أعمال بالضبط كده، غير اللجنة اللي فاتت يعني مستشاريننا المحترمين اللي كانوا يمكن بعدين شوية عن إدارة النوادي الرياضية. فأنا يعني متفائل ان شاء الله يا رب الفتره اللي جايه يكون في يعني استقرار اكتر في النادي، يبقى في محافظه على قوام الفرق الرياضيه سواء كره القدم او كره اليد او كره السله، وده مهم جدا. وتسمح لي انا اناشد اللجنه. اتفضل. طبعا من منبر حضرتك اقول لهم من فضلكم يا ريت تحافظوا على قوام الفرق الرياضيه في نادي الزمالك في كل الالعاب، طبعا كان كره قدم، كره يد، كره سله، كره طايره، لانه الحقيقه يعني النادي وصل
لمرحله عنده كوكبه كبيره من اللعيبه المهمين. ثروه قوميه، كلهم ثروات قوميه في الالعاب الجماعيه في الزمالك، مش بس في كره القدم والله يا استاذ. لا طبعا كل الالعاب الجماعيه معظمهم اعضاء بالزبط. في الفرق الوطنيه بالظبط كده. فانا اتمنى انهم يحافظوا على هذا القوام، وهو احنا يعني حسين لبيب يعني زي ما انا شفت كده فتح نفسنا كلنا وقال ان في فلوس جايه الفتره اللي جايه ان شاء الله يا رب يتم دفع الفلوس اللي عايبه عند النادي والتجديد اللي عايزين نجدد له، ولو في صفقه صفقتين يعني يزودوا من قوه ويعني وقيمه الفريق ودعم الفريق ان شاء الله ان شاء الله يا رب خير باذن الله. طيب لو جينا يعني نظره بقى على الانتخابات بمناسبه تحديد موعدها، عين الفنان هاني شاكر الزملكاوي المخلص اللي بيتعب زينا رايحه لفين؟ تقول لي مين في ودنه لازم تترشح؟ لازم يترشح للرئاسه طبعا. والله الصبح انا عايز اقول لك يعني احنا يعني كذا ملكويه احنا شفنا العصر الذهبي لنادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور ومجلسه المحترم. بصراحه يعني انا ما شفتش انجازات سواء على المستوى الانشائي والاجتماعي والرياضي زي عهد المستشار مرتضى منصور. فيعني اذا كان هيبقى عنده الفرصه انه ينزل يترشح اتمنى انه يكمل مسيره النجاح اللي كان فيها، ويبقى الفتره اللي فاتت دي يعني خليته يعرف ايه الايجابيات اللي هو يستمر عليها، لو في سلبيات ما يعملهاش الفتره اللي جايه، ويوطد علاقته بالناس كلها ويصلح علاقته بالناس كلها، لان ده في النهايه يعني هو لمصلحه نادي الزمالك الحقيقه. طبعا لو سمح له انه يكمل ويدخل الانتخابات ان شاء الله، تفتكر ممكن حد من الاسماء المطروحه يبقى منافس قوي معاه؟ اي اسماء مطروحه بقى اقول لي؟ يعني بنسمع عن المهندس خالد عبد العزيز، بنسمع عن حازم امام، بنسمع عن احمد سليمان، لا في اسماء كتير متداوله يعني. أيوة. انا فهمت حضرتك. لا انا اعتقد لو المستشار مرتضى منصور نزل الانتخابات هيكتسح الانتخابات، مش هيكسب، هيكتسح الانتخابات. واحنا كمان ما سمعناش زملكاوي انا الا في عهد مرتضى منصور معاك الاغنيه الرائعه بتاعتك فيبدو ان الاغنيه جابت نتائج الحمد لله. حبيبنا يا استاذ هاني، ودايما بنسعد وبنتشرف بوجودك. والله اسعدتنا وشرفتنا، ربنا يبارك في حضرتك. شكر جدا الفنان الكبير هاني شاكر، كنت معانا في 2-0، اهلا بيك. طبعا يعني البدايه كان لابد منها بدايه يعني تفتح نفس الزملكاوي شويه، الفنان هاني شاكر زملكاوي من جماهير نادي الزمالك، وبما ان احنا قلنا الحلقه للجماهير فكان هو من رموز جماهير نادي الزمالك زي وزيكم، كان لازم يكون معانا في البدايه. طب اسمحوا لي قبل ما ندخل في القضايا الكتير يا خالد، مثلا انت كزملكاوي، الزملكاوي دايما عندهم احساس بالاضطهاد، الاضطهاد ده جاي منين من وجهه نظرك؟ الاضطهاد ده جاي من الظلم يا استاذ صبحي اللي الناس يعني الجماهير دايما بتحس بيه، يعني مفيش عدل في المنظومه الكرويه. يعني مثلا زي القضيه اللي هي لسه الزمالك لسه مخلص الماتش بتاع طلائع الجيش، الفريق المنافس انا مش عايز اذكر اسمه، واخد بالك انت، مقدم شكوى في نادي الزمالك. طب يبقى هنا انت جاي بتقول لي، طب انت ما كنتش طرف، نادي الجيش طرف، عايز تقول لي بقى من هنا انت ما بتبصش لنظريه المؤامره او نظريه حد باصص لك؟ طب ان الفريق المنافس ما كانش طرف، عنده ماتش في افريقيا، انت جاي النهارده بتقنعني وتقول لي لا ان الزمالك اتخصم منه 3 بونت، ما هو طلع لك المستند وقال لك لا سليم. فانت عايز تقول لي النهارده انت هنا، لا انت هنا النهارده في اضطهاد جامد يعني جدا. يعني اضم صوتي لصوتك في القضيه دي بالذات يا خالد، واقول انه نادي طلائع الجيش المنافس ما كانش عنده تحرك، ما اشتكاش. نادي الاهلي هو المتطوع وبيشتكي على الرغم من ان الزمالك هو المنافس، لم يشتكي ولم يعترض على رفع الايقاف على محمد الشناوي من 4 مباريات لمباراه واحده، لم يعترض على تعليق التحقيقات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، ولم يعترض على اي خطا حصل في مباراه الاهلي. الاهلي مش طرف، كانت فعلا غريبه جدا ان النادي يعني الاهلي دي اخر حاجه بس ويقل الاسف ان الاهلي اتكلم مع حد في طلائع الجيش عشان يحركه ويبتدي يقدم اعتراض على هذا الموضوع. طب يبقى لكن طلائع الجيش طبعا ما سمعش، بدليل النهارده كان في شكر من احمد مجاهد رئيس اللجنه اتحاد كره القدم بيشكر طلائع الجيش انه ما مشيش ورا ازمه الاهلي المفتعله، قالها كده احمد مجاهد المفتعله علشان ما يفسدش الجو العام.
انا مش فاهم النادي الاهلي النهارده في عامل نتيجه كويسه في جنوب افريقيا, النادي كله هناك المفروض تركيزكم في جنوب افريقيا ومع صن داونز مش مع الزمالك مش مع الدوري. يعني انت جاي بتبص للماتش, يبقى انت هنا بتقول لي بقى ان جمهور الزمالك ما يزعلش او جمهور الزمالك ما يتضايقش. وبعدين احنا النهارده عايزين نتكلم برضو ونبارك للجنه الجديده, ويعني نتمنى منهم ومن اولوياتهم ان هم اول حاجه ان هم قالوها ان هو بيقول لك لا في دخل جاي. انما اللجنه اللي مشيت بعد احترامنا ليها كان كل يوم يطلع علينا لا نادي الزمالك مديون بمليار و300 مليون, نادي الزمالك دايما مديون. لا الناس دي جت بتقول يعني في خير, احنا عايزين مطلب جماهير نادي الزمالك ان هم يجددوا الساسي, يجددوا الخمس ست لعيبه عشان عقد الفريق ما انفردش. احمد اروح معاك للحته من عند اخر ما اتكلم خالد وهي اللجنه الجديده. انت شايف ازاي تشكيل اللجنه الجديده لنادي الزمالك النهارده, ومدى تفاؤلك كزملكاوي عاشق وانا عارف انك انت مؤثر وليك كلمه على السوشيال ميديا كمان وليك ناس بتنتظر ارائك, فقول لي انت شايف التشكيل النهارده ازاي؟ انا شايف في العموم معظم الزملكاوي مرحبين, يمكن من مساوئ اللجنه اللي فاتت فرحبوا بتواجد هذه اللجنه على الرغم ان التشكيله ما غابش بعيد عن الناس اللي كانت واقفه وبتعرض نادي الزمالك وبتقف في طريق. صحيح. انا طبعا هاخد من كلام استاذ هاني شاكر في نقطه اثرها في الاول وقال ان التنوع اللي موجود المره دي في تشكيل اللجنه اللي هتسير الاعمال في نادي الزمالك عامل حاله بسيطه جدا من الطمانينه لدى جماهير نادي الزمالك. مصدرها ايه بقى؟ مصدرها ان نادي الزمالك عنده مشاكل كتير جدا ما بتنحصرش في تجديد لاعب او اتنين. نادي الزمالك عنده مشكله في الموارد, نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في ان ازاي حد يطلع يتكلم مع الاعلام ويتكلم مع الجمهور علشان يهدي من وطئه الاحداث اللي مر بيها نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. نادي الزمالك الناس اللي موجوده دي من الامانه ان هي هتعد الدنيا للناس اللي جايه. ما ينفعش ان انا علشان انا لجنه تسيير اعمال ان انا خلاص انا هقضي المده بتاعتي ولا ده بالعكس ده وهيشرف على الانتخابات كمان طبعا موجود. فانت لازم تعد الامور في نصابها الصحيح بحيث ان الناس اللي جايه تقدر تبني على ده. فلما تلاقي حضرتك ان الناس اللي موجوده في ناس مرتبطه بالالعاب الجماعيه في الشوك الرياضي وناس مرتبطه بالاستثمار بالمال والاستثمار بالظبط علشان موضوع الموارد الماليه, وناس مرتبطه بالنواحي الاداريه وناس مرتبطه بالنواحي الماليه والقانونيه. فالتنوع ده تحديدا هو اللي ابتدى يخلي فيه بصيص من الامل, مع العلم ان جماهير نادي الزمالك مستنيه تشوف الناس هتعمل ايه. الوقت قصير, التحديات كبيره, لكن في نفس الوقت نادي الزمالك كنادي كبير وعنده جماهيريه كبيره جدا لازم الناس تعرف ان الفتره اللي فاتت اتكلم بمنتهى الصراحه نادي الزمالك كان حقل تجارب. التجربة كانت مريرة جدا ما بين انت في قمة العلو سواء في كل شيء. على الناحية الإعلامية نادي الزمالك كان عنده قناة, على الناحية الرياضية الناحية الرياضية النتائج معاك, ناحية الصفقات حتى على مستوى الألعاب الجماعية كلها. فنادي الزمالك كان في كل الملفات كان ماشي زي القطر. لما حصل اللي تخوف منه جماهير نادي الزمالك وشبح التجربة بتاعت 2005 تاني, اعتقد ان الفتره اللي فاتت كان جماهير نادي الزمالك عندها حق بشكل كبير جدا, شكل التخبط الكبير جدا اللي كان موجود في نادي الزمالك. طيب طب اسمح لي بقى معالي المستشار قبل ما اجي لك, هتبقى يعني مشكله كبيره ناخد معانا. احنا قلنا هنفتح التليفونات لضيوفنا على طول. معانا الاستاذ احمد احمين يا احمد, استاذ احمد زيدان من الغردقه. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك استاذ صبحي حبيبي. انت جايب لك صفوه من الناس اللي انا اعتقد انتوا كمان يمكن على صداقه على الفيسبوك. طبعا اخواتي. حبيبي يا استاذ. تحياتي طبعا لحضرتك يا استاذ صبحي. اهلا بيك يا محمد. وتحياتي لاخواتي اللي موجودين مع حضرتك, احمد شمس طبعا اخويا وصديقي جدا, واستاذ خالد نبوي عشره عمر, والاستاذ هاني. تحياتي لهم جميعا وتحياتي لكل المشاهدين والمتابعين. وبنشكر حضرتك جدا على الفقرة أو الحلقة اللي حضرتك عاملها النهاردة دي كمتنفس للجمهور يقدر يعبر عن رأيه, يقدر يقول على الحالة اللي احنا فيها. احنا دخلت مع حضرتك قبل كده مداخلة أستاذ صبحي, وكنت بتكلم مع حضرتك كأني بشتكي لك كصحفي كبير أو إعلامي كبير, بشتكي لك على اللي بيدور جوانا, وهو ده السبب اللي مخلينا عاملين الحلقة النهاردة يا أبو حميد وبنتكلم معاكم في التليفونات. اتفضل قول اللي انت عايزه. بنشكر حضرتك جدا جدا عليها. وقبل ما ابدا كلامي عايز اشكر
الفنان الكبير العظيم القيمة والقامة الأستاذ هاني شاكر. أنا عندي علاقات كبيرة جدا مع ناس كتير جدا في الوسط وقدامى لاعبين وإعلاميين كتير، لكن الوحيد اللي مش معايا رقمه هو الأستاذ هاني شاكر. هدولك بعد الحلقة. كنت أتمنى أستأذنه هدولك بعد الحلقة. وأشكره على وقوفه جنب نادي الزمالك، لأن أي حد بيساند نادي الزمالك أقسم بالله ما بيطلع من دماغنا أبدا وبيدخل جوه قلوبنا، ودايما بنفكر في اللي بيعمله ومساندته وكده. أحمد ليك تعقيب النهارده على تشكيل اللجنة الجديدة دي؟ أنا أستاذ صبحي، احنا خلاص الزمالك تقريبا كل مباراتين بقى له لجنة. أنا بالنسبة لي كاره أي لجان تدير نادي الزمالك، أي لجان حتى لو بص لو هي هتكون أسماء رنانة، لو جبت ترامب وكلينتون أنا معترض. أنا ليه بقى؟ النادي الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي بيدار باللجان دلوقتي. وليه؟ لأن الرئيس بتاعه كان أنجح رئيس في المنظومة الرياضية، فكان لازم يتشال عشان الجو يفضل للنادي المنافس. خلينا نتكلم بوضوح، نتكلم وما حدش ماسكه. حلقة الجماهير، خلي الجماهير بقى تنطلق بقى تقول اللي جواها وبكل أدب وبكل احترام. قسما بالله العلي العظيم إن أنا كزملكاوي عندي 42 سنة عشت عصر مرتضى منصور كأسعد إنسان في الدنيا، لا المال ولا الأولاد ولا أي شيء بيسعدني قد نجاح نادي الزمالك أو بطولاته أو إنشاءاته أو صفقاته. حل. أنا فخور جدا 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 يوم ما كنت موجود في المؤتمر اللي كان فيه 11 صفقة، كنا بنتكلم في بن شرقي وعودة شيكابالا، وبنتكلم في عواد وصبحي وأنجم وعكشافي ولعبة كتير. أنا كنت قاعد، كنت 11 نجمة قاعدين قدامي، كنت قاعد في المؤتمر وحضرت أبو جبل. إن شاء الله يستقر الزمالك ويرجع له مجلس تاني منتخب يا أحمد، ويحقق طموحات جماهيره بإذن الله مرة تانية. عندك حاجة سريعة قبل ما أروح للمستشار يا نعيد؟ حاجة سريعة، كل أمنية حياتي هي عودة المستشار مرتضى منصور، ولا أتمنى شيء غير هذا. حقك، أنت راجل مرتضى وكبير طبعا، حقك تطالب بالراجل. أنت شفت نجاحات فعالة. أشكر حضرتك جدا أنك أدحت لي الفرصة أن أنا أقول الكلمتين دول، رغم أن أعرف أن الضغوط الكبيرة عليك. لا شرفتنا، ما فيش ضغوط ولا حاجة. ست المستشار أهلا بيك. أولا شرفتني، ربنا يخليك. النهاردة برضو مش هنخرج عن التشكيل النهاردة، وأنت مع تشكيل لجنة جديدة ولا ضد، وشايف أعضائها إزاي، وانت عضو في النادي تمام. وعندك مشاكل هنتكلم فيها بعدين. تمام، اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بحيي الساده المشاهدين واستاذ هاني شاكر طبعا، اللي هو فعلا بينقل صوتنا في كل حلقه، بيعمل مداخله فيها على اي قناه، سواء قناه فئويه او قناه نادي الزمالك او قناه عامه، وزملكاوي درجه ثانيه طبعا. هو يعني بينقل فعلا نبض الجماهير، ومن العاشقين فعلا، وما بيخافش على اسمه ولا على كيانه يعني راجل امير الغناء العربي يعني. بالنسبه للجنه عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. النهارده احنا نادي الزمالك فعلا بيدخل في نفق مظلم من اول ما تم تجميد مجلس الاداره. القصه مش قصه ان انا مجلس الاداره في شخص مرتضى منصور او العداوه مع شخص مرتضى منصور، بل دي حقائق. النهارده المستشار مرتضى منصور حقق نجاحات على كل الاصعدة. كل بني آدم ليه طبعا يعني سلبيات وليه إيجابيات، ولكن إيجابيات مرتضى منصور تتعدى الكثير عن سلبياته. هو ليه سلبية أو اثنين، ولكن إيجابياته كتيرة جدا. هنتكلم على الصعيد النادي كإنشائيا، وبالنسبة للموارد، مرتضى منصور دخل موارد كان مستلم النادي مفهوش غير 6000 جنيه في أرصدة البنوك، ومديون لديون رهيبة جدا للضرائب والأوقاف وغيره وغيره وغيره. ثم تم سداد كل ده. انا بالنسبه لعضو، ان انا عضو جمعيه عموميه، عايز اقول لحضرتك لا، انا شفت الطفره اللي جوه النادي دي حاجه مميزه. نيجي هنا، حصل تجميد. انت النهارده اكتشفت ان في مخالفات داخل مجلس الاداره جوه نادي الزمالك، زي ما في مخالفات داخل النادي الاهلي. حلو، انت حطيت ايدك على طول على الزرار. طبعا انت النهارده في مخالفات في النادي الاهلي، في مخالفات في كل انديه مصر. في مخالفات النادي الاهلي بتديهم شهر انه يوفق اوضاعه وفقا لصحيح القانون. لا شهور، ده مفيش، ده في تصدر. بنتكلم في الطبيعه. الاهلي عنده مشاكل تمام، لكن احنا بنضطر نسكت لان الاهلي واجهتنا. كابتن طاهر ابو زيد سياده الوزير السابق، الراجل المحترم صاحب الشخصيه القويه، لما ما سمعش لحد وخد قرار حاسم تم اقالته، روح بيته. بس يعني انا عايز اقول لحضرتك، لان في برضه في هذا الوقت عمل لائحه محترمه، وانا كنت اتعاملت مع دكتور كمال درويش في هذا الوقت عشان امور تخص. والعمري فاروق لما حل مجلس اداره النادي الاهلي محمود طاهر، عين محمود طاهر
وخمسه من نفس المجلس بعدها بساعه بالظبط يا فندم. نفس المجلس بقول لك عشان استقرار القلعه الحمراء يا فندم. انما الزمالك مش مهم يستقر. الناس بتنام زعلانه يا فندم ده شعب مصر. انا عايز اوضح اقول مفاجاه برضو او مش مفاجاه. احنا لو عملنا حصر فعلا يعني عملنا حصر فعلي بالرقم القومي وللناس المنتميه كرويا فعليا هنلاقي جمهور نادي الزمالك لا يقل عن 50-60% من مشجعين الكوره في مصر. أتفق انا ما بتكلمش على الاعداد كاحنا 104 مليون. انا ماليش في الكوره بس اهلاويه دي لا مالناش دعوه يا فندم. 90 يبقى اقول لحضرتك 60-70% من اي حد بتقول له انت اهلاوي ولا زملكاوي اول سؤال يقول لك ايه انا ماليش في الكوره بس بحب الاهلي مع احترامي للجميع. لكن في قامات كبيره جدا بتفهم في الكوره اهلاويه ولكن انا بتكلم مفيش زملكاوي رجل او امراه او طفل زملكاوي فعلا مش بيتابع كره القدم ومش عارف كل القوانين وكل اللوائح وكل حاجه كبيره وصغيره وبيتابع كل المباريات. لكن في الاهلي في ناس بتقعد بالسنين ما تتابعش. النهارده في ناس اهلاويه مش عارفه ان في ماتش سان داونز الساعه 3 ومش عارفه هو مين اللي بيكسب يعني النتيجه دي تصعدنا ولا لا. ده ناس كتير جدا. مع احترامي احنا عايز انقل للجنه. فانت النهارده بتعمل لجنه وينبثق منها لجنه ثم ينبثق منها لجنه تنفيذيه ثم ينبثق منها افراد تخدم. لا حضرتك انا مجلس الاداره لازم يكون منتخب. طب ينفع تاخد نفسك بص تعودوا ان احنا معانا النهارده جماهير للصبح لحد ما نخلص. تمام انا ناخد اخونا هرجع لك هرجع لك تكمل علشان معانا من بدري امجد فضل. امجد جرس من شبرا. اهلا بيك يا استاذ امجد. اهلا بيك. اهلا وسهلا اتفضل. ازاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك ولحياتي لكل اللي موجودين عند حضرتك. ربنا يخليك. اهلا بيك. اولا انا عايز اشكرك طبعا على الحلقه. الفكره بتاعت الحلقه نفسها فكره حبيب. جباره كل الناس كانت تتمناها وكل زملكاوي بالذات نفسه انه يكون هو نكررها ان شاء الله ويسمع. نكررها معايا يا امجد. معاك يا فندم. بقول لك نكررها ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا ريت. انت شفت النهارده ازاي التغييرات اللي حصلت في نادي الزمالك؟ يعني مبسوط ولا زعلان كالعاده؟ بعد ما تتحقق ان اي زملكاوي يا استاذ صبحي وحضرتك طبعا الزملكاوي كبير واحنا كلنا بنحتفل بيه. اي زملكاوي مهما كان مش هيكون سعيد السعاده الكامله الا لما يكون عندنا اداره منتخبه زي ما كانت اداره المستشار. برافو عليك برافو عليك. وكل اللي موجود ونحترم رغبات الجمعيات العموميه للنهايه. يعني مش بس اداره منتخبه اداره منتخبه وتكمل مدتها. بالظبط كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عشنا احنا كجمهور زمالك عشنا الحلو والمر مع مرتضى منصور بكل شيء. الحلو والمر دي حقيقه لكن يعني هنقول ايجابياته كبيره كبيره. النادي الزمالك بقى شيء اخر. انا شفت النادي انا عارف يعني ايه نادي الزمالك. لكن احنا في مشكله. قبل ما نطلب كمان الموضوع ده انا عايز اوجه حاجه لحضرتك. اتفضل. هي احنا نقولها احنا قبل ما نكون محتاجين كل اللي احنا بنقوله للزمالك. محتاجين العدل. العدل لو موجود تاكد 100% الزمالك هيكون من اعلى 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 الانديه في العالم وليس في افريقيا. الزمالك محتاج العدل فقط لا غير. اتفق معاك. وقال محمود الجوهر الله يرحمه قبل كده حققوا العداله الباقي الفرق تنافس على المراكز الثانيه. اشكرك يا استاذ امجد وسعيد ان انت كنت معانا في المداخله. ارجع لك تاني يا استاذ مصطفى. ازود على العداله بقى الاستقرار. طبعا اعطوا الزمالك الاستقرار. هتشوف نادي الزمالك. هو العداله هتولد استقرار يا فندم. احنا كل عقد من الزمن لازم يتحللنا مجلس اداره او اتنين. في بدايه التسعينات وتالق فرقه كره القدم ونادي الزمالك بنجوم العظام حتى افريقيا ودوري تحللك مجلس وسوبر وكل حاجه وبيتحل مجلس الاداره. كنا فريق الاحلام وكنا عندنا نجوم. حضرتك انت كوارشي يعني ايام كوارشي لغوا الاحتراف عشان كوارشي يمشي. يعني في الباسكت بول نفس القصه برضو جم في التسعينات لغوا الاحتراف عشان كان عندنا اتنين لعيبه من اميز اللعيبه وبناخد البطولات بيهم. فعايز ارجع انت النهارده كسياده الوزير مشكورا اشرف صبحي حصل خلل في ان في حكم صدر ببطلان لائحه نادي الزمالك. انت هتكلمني بقى على الانتخابات اللي جايه هتتعمل عليها لا انا بتكلم اللجنه دي جت ازاي. هو ليه عين لجنه ليه عين لجنه لان اللجنه اللي كانت موجوده اللي هي فيها ثلاثه مستشارين شخصيات محترمه وكان قبليهم المرحوم احمد بكري كرئيس كانت وفقا للائحه ان لازم بتجيب ثلاث قضاء او مستشارين قضائيين للائحه الزمالك. لائحه الزمالك كان الغيت امتى؟ انا بس عايز اسال سؤال. الغيت امتى بالظبط اللائحه؟ ما حضرتك لا هو في حكم. ما هو لو اللائحه الغيت وبعدين انت جبت مجالس بعد كده معينه تبقى مجالس باطله. ما هو لا هو وفقا كانت اللائحه لسه ما كانش حكم ما كانش مفيش حكم نهائي وهو وفقا للائحه فضلت اللائحه مستمر. دلوقتي في لائحه استرشاديه
وبدأ فعلا تم إعلان الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بهذا الأمر بأن لائحة نادي الزمالك تم إلغائها وهيتم تفعيل اللائحة الاسترشادية على نادي الزمالك. اللائحة الاسترشادية بتقول أن لازم يتعين ثلاثة كرئيس ومدير مالي ونائب تنفيذي وثلاث عضو ثلاث اعضاء بالظبط كده. وشفنا اللجنه المشكله اربع اعضاء شخصيات محترمه جدا زملكاويه، ولكن احنا بنتكلم هي فتره انتقاليه، مهما كان هي فتره انتقاليه، مع احترامي للجميع هم هيشرفوا على الانتخابات واعتقد هو ده دورهم اللي هم جايين عشان اللجنه السابقه مع احترامي ليها 6 شهور اللي قعدوهم كتير من 11 مش كتير كمان لا كتير لا ده يثبت حاجه فعلا 6 ايام ويمشوا يثبت ان عدم الاستقرار وعدم وجود مجلس اداره منتخب ان احنا حصل لنا خلل في كل الانشطه الرياضيه وعلى جميع الاصعدة. انت النهارده بقيت تتحارب وبيتاخد ضدك قرارات ومفيش رد فعل، انت على طول عمرك ما طلعت قرار فعل، على طول رد فعل ورد فعل سلبي. طيب ارجع لك يا خالد، هو اتقال النهارده على لسان حسين السامري المفروض انه المدير التنفيذي للنادي ان فتح باب الترشح لانتخاب الزمالك اول سبتمبر. طيب انا بقول دي تصريحات هي لتهدئه الراي العام الزملكاوي اللي كان رافض التغيير. ليه؟ لانه مفترض ان انا عشان احدد ميعاد الانتخابات بيبقى بقرار مجلس اداره، لسه بكره اجتماع اول اجتماع لمجلس اداره النادي، فانت شايف ان ده ممكن يتم ولا هي حته تهدئه؟ هو ممكن يكون يعني انا بقول انا شخصيا بقول افلح ان صدق، اخشى ان الموضوع يتغير بكره. حته تهدئه وحته برضو بيدوا طمانينه للجمهور غير المجلس اللي كان موجود، يعني دول جايين ممكن يكونوا بيبصوا رساله شويه بيهدوا بيها جماهير نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. بس انا عايز اخد كلام استاذ هاني حته بس بسيطه كده، ان هو بيقول حل مجلس اداره نادي الزمالك. قبل ما تيجي برضو يعني احنا نجيب اللوم على الوزير قوي، نجيب اللوم على رموز نادي الزمالك. نادي الزمالك ملوش رموز زي ما قال المستشار مرتضى منصور. مين اللي كان بيحارب في كل النجاحات والطفره الانشائيه اللي عملها مرتضى منصور؟ مرتضى منصور لا، اللي كان بيحاربوا ولاد نادي الزمالك رافعين قواضي حجوزات على النادي يعني. الكلام ده فكل دول انت معترض؟ انا بختلف. لا في رموز. اما يختلف اما ده هو مختلف هيرد عليك. ماشي كمل. طب فين الرموز؟ ماشي. اما انت اما انا مخلص فين كلامي دورهم؟ فين دورهم؟ لكن في رموز واخد بالك طبعا. انت لما تحل لما هو بيقول لك اتحل مجلس اداره النادي الاهلي سليم ساعه الوزير طاهر ابو زيد الدنيا قامت ما قعدتش من اعلام. ماشي بس الاعلام بتاعهم فين؟ انما احنا فين؟ الدنيا ولا انت كان بيروح يقول لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبح روح حل مجلس اداره، هم الزملكاويه اللي رافعين اللي حاجزين على النادي اللي طب ما تستنى كنت تشوف نجاحات مرتضى منصور ويكمل بقيه الدوره بتاعته وبعد كده انا مع اي رئيس منتخب يكمل مدته حتى لو عنده اخطاء بالظبط. بس اما عنده مخالفات قبل حضرتك اعلنها استاذ صبحي انا قبل ما الوم على الوزير الوم على الزملكاويه. وانا قبل ما الوم عليك عايز اخد الحته دي لاحمد شمس، انت زعلان من رموز الزمالك زي خالد؟ طبعا، لان هو قولا واحدا مفيش اي دور حصل لرموز نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. ده رموز نادي الزمالك البعض منهم وهم يعني كواكب متلألئة في بعض القنوات الفضائية، نادي الزمالك كان مستباح تماما قدامهم على مرأى ومسمع من جميع الهوى، والبعضهم كان بيشارك مفيش حد كان بيتكلم. لكن في نقطة بس مهمة يعني أنا عايز أتكلم عليها، اللي هي أنا بدقق دايما في المنطوق أوي. هو ما مش حل مجلس إدارة نادي الزمالك، هو تجميد. هو المنطوق اللي طلع تجميد. لحين إيه بقى؟ لحين إيه بقى؟ ما هو الحين دي هي دي اللي احنا لحد دلوقتي واقفين مش عارفين ايه اللي حصل. لحين يا اما يثبت براءة المجلس ده من التهم الموجهة ويرجع إيه؟ تمام. يا اما الانتخابات ايهما اقرب. طب احنا ولا حصل ده ولا حصل ده، والاهم من ده فين الاتهامات؟ يعني مع الاحترام الكامل يا دكتور اشرف صبحي، لما تسأل تحديدا على الهواء مباشرة ان النادي الاهلي عنده مخالفات برضو، فكان الرد بالظبط كده ان المخالفات بتاعت النادي الاهلي لا ترتقي ان يتخذ اجراء. طب هي فين مخالفات النادي الاهلي؟ ما قالش كده، قال احنا اصرنا الهدوء لانه النادي الاهلي واجهتنا، فيجب ان احنا نصبر شويه ونشوف الدنيا فيها ايه. كويس. يعني هو في كل الاحوال تستر طبعا على مخالفات النادي الاهلي. طبعا. طب ايه رايك شاركنا محمد شماندي؟ وانا عارف انك مش هتعترض. لا طبعا، معانا على التليفون معلش من بدري استاذ محمد شماندي من اسكندريه تقريبا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك.
القيمه والقامه الزملكاويه الاعلاميه الفذه. حبيبي الله يكرمك حماده، وسعيد بمداخلتي مع حضرتك ومع الضيوف الكرام. واحنا سعداء بيك. اتفضل استاذ احمد شمس والاستاذه الافاضل والاستاذ خالد النبوي والاستاذ احمد. حبيبي اتفضل يا شمندي. مداخلتي مشاركتي معاكم بناء على المنطق اللي بتتكلموا فيه. اتفضل. ان رموز نادي، سمعت الاستاذ احمد شمس بيتكلم من شويه على رموز نادي الزمالك، بالنسبه لي انا مع احترام الكامل ليهم كرويا وتاريخهم الكروي بنحترمه ونجله ونجله، ولكن مواقفهم كلها سلبيه بداخل نادي الزمالك او على نادي الزمالك. ده اولا. ثانيا، احنا كجمهور نادي الزمالك او كسوشيال ميديا زملكاويه مطالبنا واضحه وصريحه يا استاذ صبحي. واحد، اننا نرفض موضوع اللجان، ما ينفعش معانا ده. خلاص، انت سبق السيف والعزل، انت امام امر واقع، انت ترفض. لكن هو ده الامر الواقع. مش قليلين يا استاذ صبحي. طبعا مش قليل، احنا برضو نادي الزمالك وجمهور الزمالك كبير. لازم النظره لينا تكون مختلفه، تكون نظره القطب الكبير الاول او الثاني بالتساوي طبعا، على مسافه واحده مع غيرنا. مش احنا اللي نمشي بلجان، احنا مش مركز شبابي يا استاذ صبحي. انا رافض تماما، وانت عارف وجهه نظري في مساله تشكيل لجان. مش للنادي الزمالك بحجمه وكبيره وبتاريخه اللي بيسبق تاريخ ثلاث ارباع الدوري العربيه اللي حوالينا. انا كمان رافض مجالس ادارات الانديه في مراكز الشباب تبقى عندها لجان مؤقته. بصفتي من مقيم المصريين، مقيم السعوديه كمعلم هناك، نادي النصر السعودي ناخده على سبيل المثال للحصر. النصر السعودي في 24 ساعه اقيل مجلسه واتى باخر خلال 24 ساعة بالضبط. أما إحنا يا فندم كل 3 أو 4 سنين مجلسنا بيتحل بعد أي إنجاز. مفيش مجلس بيكمل على فكرة، مفيش مدة مجلس بتكمل. مفيش إيه يا فندم؟ مفيش مدة مجلس إدارة في الزمالك بتكمل للنهاية، مفيش مجلس بيكمل لنهاية مدته. خصوصا مجلس السيد المستشار مرتضى منصور. أيا كان زمنه أو أيا كان وضعه، بسبب نجاحاتي وإنجازاتي. احنا كجمهور ابناء النادي ذو المناصب اصبحوا علينا وبالا ان صح التعبير. حبيبي اصبح الزمالك مترصد به في نجاحاته بعد كل نجاح. انا عاجبني نطقك، انت مدرس لغه عربيه ولا ايه يا محمد؟ ايوه يا فندم، الحمد لله. باين باين باين. اصبح الزمالك مترصد به في نجاحاته بعد كل نجاح، ترى ونرى الهدم، بل يبارك على هذا الهدم من جميع كارهي الزمالك. للأسف صحيح. أصبح الزمالك بدون قيادة رشيدة بعد مجلس المستشار مرتضى منصور، نؤيده لنجاحاته ليس لشخصه، مع احترام لشخصه، نؤيده لانتصاراته. أصبح الزمالك مرتعا للصراعات وتصفية للحسابات الشخصية لأغراض شخصية ولا يهمهم الكيان. كلام في الجون يا محمد، وانت عايز حلقه لوحدك المره الجايه تكون معايا. شريف سعيد ومشاركتي معاكم، والتوفيق لكم ان شاء الله. ونحن كجمهور الزمالك نطالب بعوده مجلس المستشار مرتضى منصور للنادي. طيب شكرا يا استاذ محمد. شكرا لك يا استاذ صبحي. انت عايز تعقيب سريع قبل ما اروح المستشار عشان يرد على خالد طبعاً في موضوع الرموز؟ الجمله اللي تحديدا قالها استاذ محمد في المداخله، ان ليه جماهير نادي الزمالك بتطالب بمجلس المستشار مرتضى منصور نظرا لإنجازاته وليس لشخصه. ده ليه؟ علشان الناس اللي بتتقول على جماهير نادي الزمالك الفترة اللي فاتت وابتدت تصف جماهير نادي الزمالك وتقول ان دي لجان تابعة لفلان وعلان والكلام ده، الكلام ده خطأ تماما. هي الفكرة كلها كانت لأرقام. بالنسبة لنا المستشار، مجلس المستشار مرتضى منصور كان بالنسبة لنا أرقام، ليس إلا أرقام على الورق، عمل 1 2 3 بعد 10 سنوات عجاف. فكان علشان كده كل نبض الشارع الزملكاوي بيطالب بالأداء ده، بيطالب بالمجلس ده، بيطالب بالشخص ده، مش علشان شخصه ولكن علشان إنجازاته، لأن دي مهمة جدا. علشان الفترة الأخيرة اللي فاتت التقول على جماهير نادي الزمالك إن هي بقت لجان إلكترونية تابعة لفلان ولا علان، ما حصلش طبعا. ومرفوض تماما، ما حصلش في الكلام. حتى لما المستشار مرتضى منصور حب يحصل اتصال ما بينه وما بين جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا، كانت في اجتماعات علنية داخل الصالة المغطاة داخل نادي الزمالك، كاميرات التلفزيون كلها بتصور على مرأة ومسمع من الجميع،
عمر حتى في ظل اختلافات السوشيال ميديا الزملكاويه ما سمعناش ان ده كان تابع لفلان وده كان تابع لعلان، ولا ده كان بياخد حاجه من حد ولا ده كان بياخد حاجه من حد، ولا في بروفات كانت بتتعمل جوه نادي الزمالك، ولا في بانرات كانت بتترفع في مناسبه معينه، ولا 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 ولا. انا مبسوط بان ده المستوى بتاع عقليه جماهير طبعا نادي الزمالك اللي مشرفيني في الاستوديو او حتى اللي بيكلموني عبر التليفون. سياده المستشار انت كنت معترض على كلام خالد هو لما قال الزمالك ما فيهوش رموز. لا هو احنا لا بس بعد اذنك لا خلي بس كمل انت خلاص قلت اللي عندك. مش رموز لا سمعت. انا الزمالك له رموزه بس انا بتكلم ان هو سلبيه بس. ما شفناش حد هو واقف فيهم. تعال الكلمه بقت تبدا تتردد وفي خصوم لنادي الزمالك بداوا يرددوه هو وجهه نظر برضه بس خالد. لكن انا لا نادي الزمالك تاريخ، نادي الزمالك فيه رموز من 1911 حتى اخر كابتن لنادي الزمالك النهارده شيكابالا رمز من رموز نادي الزمالك طبعا مع احترامي للجميع. كابتن عبد الحليم علي رمز، كابتن حازم امام رمز، كابتن يعني انا مش كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كل الكباتن العظام رموز، كابتن محمود سعد، كابتن ابراهيم يوسف، كابتن انا بقول حضرتك كل هؤلاء رموز. احمد رمزي في يعني ناس كتير ده انا بتكلم على الرموز لعيبه كره القدم بخلاف الاداريين بقى كمان عبر التاريخ. يعني احنا هنتكلم على لا طبعا ما حدش ينكر ان الزمالك عنده رموز كتير هم اللي صنعوا يعني كابتن محمد حسن حلمي حد يقدر سواء بره مصر او جوه مصر. طب تسمحوا لي نطلع فاصل صغير ونرجع تحت فاصل بزبط. صغير اعزائي المشاهدين ونرجع لكم بسرعه. اهلا بحضراتكم مره تانية ورجعنا لكم بعد الفاصل وهروح للاستاذ احمد شمس. انت قلت لي خالد انت هتبدا معايا فانا هبدا بقى براحتك هتشوف ده عليا حبيب احمد جاي. احمد شمس النهارده في تصريح لرئيس اللجنه المؤقته الجديد في نادي الزمالك سيد لبيب بيقول اولوياتنا او اول ملف عندنا هو الحفاظ على الفرق الجماعيه في النادي. تمام طيب في الكلام ده انا كنت قلت لحضرتك في اول الكلام ان كان في بصيص من الامل عند جماهير نادي الزمالك راجع لموضوع التنوع، يعني ان حاسس ان هيبقى التنوع ده بيخدم قضايا متعدده اللي بيواجهها نادي الزمالك. بس الفكره كلها ان التصريحات تحديدا انا لقيت ان اللجنه قبل ما تجتمع اول اجتماع رسمي ليها الزمت نفسها امام جماهير نادي الزمالك باشياء صعبه جدا وما اشبه الامس بالليله بالبارحه. لو نفتكر كده اللجنه الاولى برئاسة المستشار أحمد بكري ربنا يرحمه مش هتلاقي حضرتك اسم في كل اللجان المعينة الفترة اللي فاتت تعلم مع جماهير نادي الزمالك إلا اسم واحد بس اللي هو المستشار محمد عطية. محمد عطية ليه؟ لأن الراجل في أول يوم الناس طلعت ألزمت نفسها بالتزامات معينة تجاه نادي الزمالك وأكدت على جملة معالي الوزير الشهيرة لا مساس بنادي الزمالك واحنا جينا نصلح ما افسده الظهر و و و و و و وهم اللي افسدوا ما اصلحوا. تمام لما المستشار محمد عطيه لقى ان المركب مش ماشيه في اتجاه التصريحات اللي ادلوا بيها في اول يومين انسحب. الراجل انسحب فورا وكان موقفه موقف يحترم لحد دلوقتي جماهير نادي الزمالك بتشيد بالراجل لذلك نال احترام الجميع طبعا فعلا. فالنهارده الباشمهندس او كابتن حسين لبيب قال الاتي، قال ان اللجنه خلينا في أولوية الفرق الجماعية. الفرق الجماعية قال إن الحفاظ على الفرق الجماعية لنادي الزمالك، وده على فكرة اللي أكد عليه الأستاذ هاني شاكر، قال يا ريت إن اللجنة تبص الأول على الفرق الجماعية القدم والطايرة والسلة طيب أنت حضرتك دلوقتي عارف إن مثلا فريق كرة القدم عندك مشكلة مشتعلة للاعب موهوب جدا هو معشوق لدى جماهير نادي الزمالك اسمه فرجاني ساسي. فحضرتك كلام حضرتك بيقول ان حضرتك من اولى الاولويات بتاعت حضرتك ان اللاعب ده لحد دلوقتي ما فيش اي انباء طلعت انه وقع في حته بره، وان لحد دلوقتي اللاعب في المتناول بالنسبه لك فانت هتجدد له. ده كلام حضرتك النهارده واحنا دلوقتي على الهوا من ساعه بيطلع تصريح غريب جدا بيقول ان بكره اللجنه هتجتمع وتاخد قرار بشأن فرجاني ساسي. لا انت حضرتك قلت لنا ان الاولويات انت هتجدد وهتحافظ على القوام بتاع بالزبط. الفرق الجماعيه. طيب حضرتك عندك قنبله موقوته للاعب موهوب جدا في كره اليد اسمه سيف الدرع،
اخو اللاعب يحيى الدرع. النادي الاهلي عارض على اللاعب مبالغ غير طبيعيه، الكلام ده على مسؤوليته الشخصيه، واللاعب متمسك تماما باللعب لنادي الزمالك. نقطه مهمه جدا، وخصوصا انه لعيب مهم قوي في نادي جدا في اليوبلي سو اعتقد. بالظبط. طيب الاخبار اللي بيتم تداولها ان ابتدى يبقى فيه ضغط من المهندس حسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى، تجاه اللاعب انه يروح للنادي الاهلي. مش عيب على فكره ان انا انتمي المكان وابقى بعلن ده والكلام ده كله تمام، لكن طيب هيبقى هنا الموقف ايه بالنسبه للكابتن حسين لبيب؟ هو حسين لبيب مش بعيد برضه عن مطبخ اليد، هيبقى الموقف المفروض انا قلت قبل كده مش هو الذراع الايمن، ده الايمن والايسر بتاع حسن مصطفى. بالظبط. اخد من كلام احمد شمس واقول ان انتوا عندكم مجلس الزمالك الجديد قنبله موقوت اسمها فرجاني سيسي. طبعا لو حضرتك جبت لبن العصفور وفرجاني مشي الناس مش هترضى عن ادائك، لازم تفهم انه اولى اولوياتك تجديد لفرجاني سيسي. مش عارف تتفق معاه ولا لا يا خالد؟ لا نتفق طبعا الصبح، اذا كان انا بقول هل فرجاني سيسي دوت مش جه نادي الزمالك بستة مليون دولار؟ طب فرجاني سيسي النهارده قعد ثلاث سنين، بعد ما قعد بالثلاث سنين النهارده وقعده قرب ينتهي، طب ما لو انت حتى عايز تمشيه طب ما تجدد له يقعد في الزمالك سنه وممكن تبيعه وتبيعه برقم كبير تكسب فيه. لا وبعيد عن انك تبيعه وتكسب فيه، يعني فرجاني يعني لعيب فرجاني مطلب جماهيري قاعده شواذ، هو البناء اللي مبني عليه فريق نادي الزمالك. طبعا النهارده فرجاني لو اختفى انت لو مشيت فرجاني ساسي يبقى اشرف بن شرقي هيمشي، يبقى عبد الله جمعه هيمشي، يبقى ابو جبل هيمشي، خلاص يبقى العقد فرض. طب ناخد راي المهندس محي معانا على التليفون. اهلا بيك يا باشمهندس. باشمهندس محي صباح الخير يا باشا، صباح الخير على الساده الضيوف. اهلا بحضرتك، اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني هو طبعا من الثوابت المعلومه انك ان اردت ان تقتل موضوعا فحوله الى لجنه. فمساله اللجان ديت مساله غير مقبوله وفي كل الاعمال وحتى في كل النشاطات الدولية بترفض وتفضل دائما المجالس المنتخبة وده وده، ولكن أما وأن للضرورة أحكام، فيبقى كل ما ترجوه أنت أن يتم حتى اختيار اللجنة على أساس أن تؤدي غرضا بوقت محدد وبمهام محددة، لأنه الحقيقة من سوء الطالع يعني وأنك أنت تتصادف مع أكبر نادي في مصر أن من يدير الكرة في مصر بشكل عام لجنة قيل أنها ثلاثية ولكنها في واقع الأمر أحادية. اللجنة اللي بيقودها أحمد مجاهد، واخد بال حضرتك؟ ومن هو أحمد مجاهد؟ الكل عارف يعني هو بيعمل كل حاجة في اتحاد الكرة فعلا، صدر ضده قرارا بالشطب مدى الحياة لارتكابه فعلا مشينا في الرياضة المصرية بعد أن ضرب حكم، واللي كان اصدر هذا القرار مجلس اداره بقياده عصام عبد المنعم وكان عضو فيه اشرف صبحي، فيعني يبقى هو فاقد الشيء لا يعطيه. وبناء عليه انت شفت تصرفات هذه اللجنه في الفتره الاخيره، منتهى الانحراف في السلطه، انك انت تدي الواحد عقوبه 4 ماتشات وبعدين تخليها ماتش، وواحد تاني من غير تحيه تدي له عقوبه 12 ماتش، واحد ثالث كده منتهى الانحراف بالسلطه، منتهى الاستبداد، واخد بال حضرتك؟ وهو ده اللي بيدير الكوره المصريه بالكامل، واخد بالك؟ فهو بناء عليه انت بالنسبه للوضع في نادي الزمالك، طالما ان الامور اصبحت محدده بتوقيت معين، وزي ما قلت يا استاذ صبحي نرجو ان يتم ان يكون فعلا 30 سبتمبر فتح باب الترشح، وهم هيعملوا اعمال محدده، ننتظر ونامل ان الامور تسير في الصالح العام، وبعد ذلك الجمعيه العموميه تقول كلمتها. مداخله قيمه جدا مهندس محي، اشكرك جدا، شكرا جزيلا. اخذ من كلامه يا باشمهندس نقطه مهمه جدا. امبارح كان بيلعب الاتحاد السكندري اعتقد مع المصري، مظبوط، تم ايقاف حسام حسن 4 مباريات صحيح، علشان استغفر العظيم كل ذنب زي ما كتب الحكم في تقرير وسب الدين، صحيح ماشي، تم ايقافه كام؟ 4 مباريات. امام عاشور عشان سب اي حد والاداري يا استاذ الصبح، ثواني بس، لا بغض النظر 12 مباراه على حسام حسن، لا سب الدين خد 4 ماتشات. الاخ امام عاشور سب حد ولا سب بتاعه ولا سب الاهلي؟ خد 12 مباراه. تمام. انت شايف اقول لحضرتك حاجه، هنا ازاي فين اللائحه هنا؟ اقول لحضرتك حاجه كويسه جدا بخصوص المباراه بتاعه 99. انا كنت حاضر في مباراه الزمالك والاسماعيلي، وكان الاهلي بيلعب انبي في نادي الزمالك، كنا بنلعب الزمالك والاسماعيلي،
ولما الزمالك فاز وإنبي هزم الأهلي مفروض الزمالك بطل الدوري فخلاص احنا احتفلنا في النادي في أرض الملعب مع كابتن طارق يحيى ومع كابتن أيمن عبد العزيز وكل الكباتن اللي بيشرفوا على مع جهاز الناشئين ومع اللعيبة ومعايا صور من الاحتفال من المباراة قبل ما ننتظر مباراة الأهلي لأن لازم الأهلي كان يتفوق عليك في 5-0 ودي اللائحة اللي كانت موجودة ونزلت بوست عمل أكتر من 2000 كومنت كان تهنئة على الموضوع ده فوجئنا بعد كده إن رحنا اللاعب الأهلي إحنا مريحين لاعبتنا مع احترامي أنا مش هتغلب 5 طبيعي فالماتش يطلع درون يطلع تعادل او يطلع انا مهزوم 1 او حاجه في ملعب الاهلي مش مشكله اضيف لك واقول لك ان طلع في قناه الاهلي سعيد طلع حد قال هيتم الاحتكام للمواجهات المباشره وهي ما فيش مواجهات مباشره هي مباراه واحده يا فندم الزمالك مباراه واحده هو كانت مباراه واحده يا فندم اي كلام انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه هنا النهارده راح جه تليفون للعيبه بعد نهايه المباراه احتفلوا انتوا كمان لعيبه الزمالك بتحتفل جوه الاهلي ودي المشكله انت ازاي تحتفل جوه النادي الاهلي دي كارثه انت تطجرق وتيجي تحتفل وكان مين بقى معاهم يعني امام عاشور بيحتفل امام عاشور كان احرز هدف فياخد له 700 مباراه ايقاف بس الغرف المغلقه حضرتك هنا هي غرف اللاعبين فيها كاميرات تجسس او مراقبه محدش جاب سيرتك كان الناس اتكلمت على انا عايز اعرف واحمد عيد وباقي اللاعبين يعني في اي دوله في العالم مفيش فرق ما بين الناشئين تعتبر تجسس على الفرق المنافسه بالظبط كده احنا تخطينا بعدين قالوا مباراه فاصله بعد كده وقف اللاعبين مدى الحياه وزي ما بنشوف طبعا القرارات ده بالنسبه للنقطه بتاعه 99 وده طبعا عشان مفيش مجلس اداره منتخب مفيش درع وسيف مفيش حد بيقدر يرد النهارده اللجنه مع احترامي مع انهم 3 مستشارين افاضل بتبعت النهارده للاتحاد الكوره تظلم على قرار الايقاف بخصوص 5 لاعبين مستقلين وبخصوص امام عاشور ما حدش بعت قال لك ما فيش حاجه اتبعتت يعني مفيش حاجه اتبعتت انك انت محتاج اكتر لامام عاشور بالظبط يا فندم عدد كبير من اللعيبه اللي موجوده وقصه المباراه اللي فاتت الاهلي النهارده بيبعت وبيتظلم من مشاركه سيف جعفر طبعا مشاركه سيف فاروق جعفر قانونيه 100% قانونيه 100% وفقا للخطاب الصادر من اتحاد الكوره قبل المباراه وارساله وتصديره لنادي الزمالك وطبعا كلنا شفناه ومش من حق الاهلي اصلا انه يعترض ده بالنسبه للنقطه دي عايز اقول نقطه مهمه جدا بحكم ان انا عضو في جمعيه عموميه لنادي الزمالك فاحب اكون صوت لاعضاء جمعيه عموميه وخاصه اعضاء ما بعد 2016 قبل التتر هنتكلم في القضيه لا انا في انا عارف عايز تتكلم لا نقطه مهمه ما انا عارف لا انا هاسرها معاك بعد ما يخلص خالد فضل. انت بتحب الكلام عن اداره المال العام هل تعتبر ان النهارده العرض الفرنسي من نادي مارسيليا لمصطفى محمد لاعب جالاتا سراي مقابل 20 مليون يورو شكل من اشكال اهدار المال العام يحسب عنه اللجنه اللي فاتت طبعا لان انت النهارده مصطفى محمد الكره في ملعبه لو رجع الزمالك وسلم نفسه لك كره في ملعب مصطفى محمد كمان على انه يثبت ولائه لو رجع لنادي الزمالك علشان يبيعه المارسيليا ب 20 مليون هيرجع ويكسب الزمالك 20 مليون لو رفض وخاف هيقول هقعد في جلطة سراي ويمضي فجلطة سراي هيبعت لك ال 4 مليون اللي هم بند تفعيل الشراء في نهايه الموسم لا ما احنا برضه لغايه دلوقتي يا استاذ الصبح ما حدش عارف العقد هم طلعوا قبل كده اتكلموا ما حدش عارف العقد بالظبط منصوص على ايه لا ما انا بقول لك لا العقد منصوص على ان مصطفى محمد بيلعب اعاره مقابل المبلغ اللي الزمالك خده بس هم محددين مع تفعيل عقد الشراء ب 4 مليون يورو طب ده لغايه مده معينه اللي هو في شهر 12 لحد نهايه عقده لحد 12 لا لغايه شهر 12 لحد 12 قال لك لو ما طب افرض هم فعلوه قبل شهر 12 ما فعلوه هيكلمك يقول لك انا عايز افعل وخد فلوسك طيب ال 4 مليون جنيه ال 4 مليون دولار طب انت عملت ايه بقى بال 2 مليون دولار بعد احترامي للجنه هم فين مش انت عملت ما انا بقول لك انت عملت بيهم ايه لان انت هم فين يعني انا بتكلم هم فين ما ظهروش عشان تجدد بيهم ما هم ظهروش بالظبط الاولى بقى بدل ما كنت تروح بعد احترامي للجنه المؤقته اللي مشيت انت النهارده رحت جبت لنا 2 لعيبه والله العظيم 3 انت لما جبناهم احنا ما كنا عارفين مروان طب خلينا نسال لمشاهدنا الكريم انت دايما بتقطع عليا عمرو الامير عمرو العميد عمرو العميد انا اسف لا عمرو يا استاذ عمرو انت مع ان فرجاني يقعد على جثه اي ملف في الزمالك ولا مع انه يمشي لانه بيبالغ في طلباته الماديه تحياتي لحضرتك يا استاذ الصبح وللاخوه الضيوف اللي مع حضرتك اهلا بيك اهلا بحضرتك يا فندم اولا انا طبعا فرجاني ساسي لعيب لا غنى عنه لعيب رماله ميزان في وسط ملعب نادي الزمالك لعيب بيربط ما بين الدفاع والهجوم لعيب نوعيه خاصه ما حدش يقدر يعوضه في الدوري المصري كله فده لاعب محوري قادر انه يحول الزمالك في اي وقت
في اي وقت من المباراه لفوز او 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 انه بيساهم مع الفريق في يقدر يصنع الفرق في اي وقت يعني عنده فرق عنده فرق عنده فروق كتيره غير طبيعه اي لاعب مصري. طيب انت شايف النهارده تشكيل اللجنه ازاي والاعلان عن فتح باب الترشح اول سبتمبر كزملكاوي؟ في نقطتين بس كنت عاوز يعني اخد يعني راي حضرتك وراي الاخوه مع حضرتك. طب بسرعه عشان ما نزعلكش يا عمرو بسرعه. طيب اول نقطه بالنسبه لاول نقطه انا بطالب مجلس اداره نادي الزمالك الجديد انه من بكره يبعت شكوى لاتحاد الكوره بالاعتراض على مشاركه محمد الشناوي اللي توقف اربع مطوشه ورغم من ذلك القرار طلع له واحنا ما نعرفش القرار ده. يا راجل هو انت اعترضت على رمضان صبحي اللي شارك ثلاث مباريات في دوري الموسم قبل الماضي وهو بره قائمه الاهلي بعد انت اعارته؟ انا بس بتكلم على سياسه الارض المحروقه دي بلاش تتعمل. حلو المصطلح ده يا عمرو. اكسب فيها من ورا منها موضوع تاني فبلاش تتعمل. طيب الطلب الثاني. النقطه الثانيه يا فندم انا بوجه رساله للساده المرشحين على كرسي مجلس اداره رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. يا جماعه الكرسي ده مش كرسي للوجاهه. الكرسي ده مليان مشاكل طبعا. الكرسي ده محتاج رئيس نادي متفرغ للنادي تعبان في النادي شقيان في النادي بيجي من الصبح لغايه بالليل بيحل ازمات سواء لعيبه كوره سواء موارد للنادي سواء اعضاء سواء الجمعيه العموميه اللي موجوده في النادي. ده كرسي كبير جدا وتعب جدا ومشقه جدا على اي حد. فيا ريت حضراتكم بدل ما تاخدوا الكرسي للوجاهه تبصوا وتعرفوا وتغلبوا مصلحة نادي الزمالك بدل ما تغلبوا مصالحكم الشخصية. بالضبط يا عمرو وانا ضم صوت لصوتك كلام مظبوط جدا اشكرك. عايز ارجع لك تاني في حاجة خاصة بأعضاء نادي الزمالك وهي أزمة القيمة المضافة. بالزبط. وانا اعتقد ان حضرتك عندك توكيلات وانت المحامي الموكل من بعض الأعضاء انك تمشي لهم في هذا الأمر. بالضبط يا فندم. يعني تفاصيله كده قدامك مدة صغيرة ربع ساعة كده تحت امرك. اقول لحضرتك حاجه احنا فوجئنا ان في اعضاء من 2016 حتى شهر 11 قبل تجميد مجلس المستشار مرتضى منصور بعد ما المجلس السابق مسك او المجلس المعين مسك فوجئنا ان اللجنه عملت اعلان في الاشتراكات وبعتت رسائل لمعظم الاعضاء ان يذهبوا الى الاشتراكات لسداد المديونيات الماليه. طبعا 90% من الاعضاء ما لهمش اي مديونيات ماليه والتجديد لسه مدته ما جاتش. فلما الناس ذهبت قالوا لهم اقل عضو عليه 8700 جنيه تزيد الى 12000 جنيه وهي نسبه مئويه بواقع 14% من قيمه العضويه. يعني العضو اللي عمل عضويه ب 62000 جنيه عليه مبلغ 8000 وحوالي 700 جنيه. يا جماعه ازاي؟ قال لك دي قيمه مضافه ضرائب. طب الضرائب دي المفروض انها على النادي. النادي اللي بيسدد الضرائب للدولة وإحنا مقرين بده تماما. قالوا إن في مخالفات خاصة بمجلس المستشار مرتضى منصور من ضمنها عدم إدراج الضرائب مع وسددها في حينه. فحضرتك جاي بتطبق عليا ضرائب بأثر راجعي. هنا مشكورا إحنا قعدنا مع اللجنة المؤقتة وأنا بصفتي رجل قانون قعدت مع اللجنة المؤقتة بصفتهم رجال قانون برضو وتناقشنا. قالوا احنا لجنة مؤقتة ومش هنقدر نواجه او نرفع قضايا والنادي في ازمة مالية اقفوا جنب النادي. قلت له يا فندم نقف جنب النادي تبرع يعني؟ حضرتك لو محتاج تبرع قول لنا. مصلحة النادي والاعضاء فين؟ بالظبط من المأزق. انا اقول لحضرتك حاجة. فقمنا برفع دعوة قضاء اداري. دعوة وفقا للقانون ما انا هتجه لايه؟ ارفع دعوة قضاء اداري علشان اولا ابراء ذمتي من هذه المطالبه لان انا عضويتي حضرتك عدى عليها اربع خمس سنوات ازاي النهارده حضرتك جاي تطالبني بفلوس باثر راجعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه والشيء المهم جدا ان اللجنه المعينه الجديده ومجلس الاداره فيها استاذ حسام المندوب. أيوة. استاذ حسام المندوب وعلاقته ايه بالموضوع؟ انا بوجه له بقى رساله ليه علاقه مهمه جدا ووطيده عايز اقولها لانه هو يعني الراجل لسه دلوقتي ببارك له في التليفون وكان بيكلمني يقول لي انا عامل له كمين. لا بالعكس لا انا ما اعرفش حضرتك انك بتكلمه وانا ان شاء الله هتواصل معاه شخصيا. ان هو عمل طلب احاطه بخصوص هذا الموضوع في مجلس الشعب بعد رفع دعواتي. انا رفعت الدعوه في شهر فبراير وهو في انعقاد المجلس عمل في مجلس النواب ال يعني طلب احاطه خاصه في الموضوع ده وقال ان اعضاء نادي الزمالك هو عامله لمين؟ بيكلم وزير الماليه يعني طبعا. هو رافض مساله القيمه المضافه طبعا. فانا بقول له
ممكن نسأل تغير في المواقف؟ طبعا أنا هنا دلوقتي أولا عندنا جلسة بنطلب وقف المطالبة وما يترتب عليها من أثار اللي هي الغرامات والفوائد. المهم جدا عايز أقول لحضرتك النهاردة احنا عندنا تجديد بنهاية 30/6 هيبدأ فتح باب التجديد للأعضاء. هنا أنا أخشى أن يحصل اصطدام ما بين أعضاء الجمعية العمومية وبين اشتراكات النادي لما أجي أسدد يقولوا عليك ضرائب. لا أنا في دعوة حضرتك ودي كشوفات بأسماء الأعضاء المنضمين ويزيدوا وازدادوا ده كشف معمول بس الشهر اللي فات. كل دول منضمين عايزين انهم يجددوا الاشتراكات بسلام لان هندخل اكتر من 25 مليون جنيه للنادي. دي موارد دخل النادي لما كل عضو حضرتك من 35 ألف عضو. انا لو مكان الادارة هاخدهم وبعدين امشي في القضية. بالضبط يا فندم يعني احنا بنتكلم في ده وعايز الادارة نفسها او اللجنة ترفع طعن يا فندم بعدم الدستورية امام لوزارة المالية. هو نادي الزمالك هيفضل تاني علينا ضرائب وعلينا مديونيات مش عارف ايه بتخلصت ولا ايه يعني المفروض ده الموضوع ينتهي. فانا بناشد احنا في جلسة يوم 30/5 باذن الله دي اول جلسة وهيتم ضم فيها الاعضاء باذن الله وانا باذن الله هقعد مع اللجنة انسق معاها هيبقى فيها حكم اوضح لها الامر. ده اول درجة دي اول لا ده لسه اول جلسة شق مستعجل بوقف المطالبة طلب وقف المطالبة الحين الفصل في القضية بشكل مؤقت يعني باذن الله. طب اسمح لي ناخد مدام هويدة من القاهرة معانا تشاركنا لانها سهرت كتير ومعايا على التليفون. تحياتي اهلا اهلا بحضرتك يا استاذة هويدة. مساء الخير على حضرتك يا استاذ. مساء الخير اهلا بيكي اهلا اتفضلي يا فندم. مساء الخير على ضيوف حضرتك الكرام كلهم اهلا بيكي. وانا مش هاخد من وقتك كتير. انا كلامي هيبقى موجه طبعا انا زملكاويه من اكتر من 50 سنه. انا بتكلم النهارده ربنا يخليك. انا بتكلم النهارده بلسان 50 مليون شويه زملكاويه كتير. يا ترى حضرتك سامعني؟ معاك اتفضلي سامعينك. اوكي انا كلامي هيبقى موجه لسياده الوزير اشرف صبحي. هو النهارده في موقع نازل بيقول ان هو بيبكي لما عرف ان جماهير الزمالك اتحسبنت عليه. اوكي لا يعني بيدعوا عليه يعني هم عملوا هاشتاج كانوا بيقولوا مش عارف حسبي الله ونعم الوكيل حاجه كده. اوكي هو يزعل منهم ليه؟ هو معتبر نادي الزمالك نادي مصري. لو هو نادي مصري يقول لنا بأمارة ايه؟ اوكي؟ نادي مصري يعني زيه زي النادي الاهلي. هو مش معتبرنا زي النادي الاهلي. هو قال ان مخالفات النادي الاهلي بنعديها او بنديهم فرصة علشان هم الكرامة وهو الواجهة. والواجهة. انا أيوة. معاك ايوه ايوه. اوكي؟ احنا مش الواجهة يا سيدي. فما تزعقش بقى لما مش المصريين يدعوا عليك. لا هي طبعا احنا هو احنا بقينا ملطشة. لا هو طبعا طبعا الزمالك اسم كبير ومؤسسة رياضية كبيرة واعتقد انه دكتور اشرف صبحي واحد مفروض انه من ولاد النادي. صبحي ده غصب عنهم انا بتريق عليه. هو خلانا مستباحين. النهاردة الاستاذ محمود ابراهيم رئيس النادي المنافس طالع بيتكلم على تسلم اسم محمود الخطيب يعني هو اسمه محمود ابراهيم محمود ابراهيم الخطيب ماشي 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 ما علينا يعني. اوكي هو طالع بيناقش ليه سيف جعفر لعب وازاي وازاي سمحوا له. طب ما انا كمان لازم ارد واقول انت ازاي نزلوا لك الغرامه من 14 اشهر للشناوي عشان المهمه الوطنيه لكن امام عاشور ياخد 12 ماتش عقوبه بدون تحقيق وما يلعبش الاولمبياد عشان ضرب عندهم الاخ وليد سليمان. لا ما ضربش لا ده عشان فرح وهيص في البطوله. لا انت بتقصد الخلفيه دي قديمه ترجع بلاي باك. ايوه طار يعني بايت. ها انت مش اخدت منهم السوبر طبعا واتضرب من العيل اللي عندنا ده كان احتكاك. ما احنا ما انا ما انا عارف بس احنا دايما ضد اي احتكاكات حتى تخرج عن المألوف سواء من لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك. لكن انا بتفق مع حضرتك ان الزمالك كان كبير جدا ومشجعينه ومحبينه بالملايين ويجب ان يكون في عداله في التعامل ومعيار واحد. انا بتكلم فيه ده اللي انا بتكلم فيه يا استاذ. بالظبط بالظبط. احنا كيان اسمه نادي الزمالك من 1911. احنا مجرد ما بنقوم على رجلينا ونبتدي ناخد بطولات يبتدي وقعك اداريا. لما شالوا مجلس الاهلي رجعوه في 24 ساعة حفاظا على الاستقرار. استقرارنا فين يا وزير الرياضة؟
موجود ان شاء الله استقرار الزمالك، وانا اعتقد ان شاء الله البدايه بتحديد موعد الانتخابات يا استاذه هويدا. اشكرك شكرا جزيلا، مداخله مهمه وانا عارف انك زملكاويه وزعلانه قوي، زعلك واضح قوي ما اقولكش، وبندعي عليه على فكره. لا 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 ده واحد مننا في النهايه يعني، ولا اكذب على ربنا؟ لا انا بس هو هيقابل ربنا في يوم من الايام، يعمل حساب اليوم ده بس. طيب اشكرك جدا اشكرك جدا، مداخله قيمه جدا، وانت عايز تعقب يا احمد، انا شايفك من بدري طبعا. اتفضل. نبره الصوت باينه طبعا، طبعا غير ان هي غاضبه، بس في جمله، الجمله دي ترجعنا للجمله الشهيره بتاعت المهندس السابق خالد عبد العزيز وزير الرياضه بتاعت التقارير الامنيه. التقارير الامنيه دائما وابدا بتتخذ من نبض الشارع. لا اما تبقى تقارير امنيه يجنبها الصواب. التقارير الامنيه لما يجي في دلوقتي مواطنه مصريه بتكلم احد مسؤولي السلطه التنفيذيه وزير شباب وجمهوريه مصر، شباب والرياضه الجمهوريه مصر العربيه، وتقول احنا مش مصريين، لو هي عندها ابناء او اخوات، وعلى فكره النبره دي مش بتاعتها لوحدها، النبره دي موجوده على كل مواقع التواصل الاجتماعي. شوف حضرتك الولاد الصغيرين او الشباب الصغير، ده موضوع في منتهى الخطوره طبعا. لما يبقى في ماتش دلوقتي المنتخب مصر، انا بقول لحضرتك ده واقع، وكان اسعدني جدا ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول انا بتابع على فكره مواقع التواصل الاجتماعي. لما يبقى في ماتش المنتخب مصر او يبقى في محفل دولي أو أو, او 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 وتيجي تدعو النشأ، مفترض بقى زي ما قال دكتور حسن مصطفى كده لما كان بيخاطب السيد رئيس الجمهوريه كل يوم ضد المستشار مرتضى منصور علشان ده موضوع تهذيب واصلاح والنشأ والكلام ده، ويجي يقول لك لا انا مش هتابع، لا انا مش هتفرج، لا انا مش هشجع، لا انا مش رايح، طب ليه؟ يقول لك وانا البلد عملت لي ايه في موضوع الرياضه؟ انا شايف النادي بتاعي اللي انا بنتميله كل ما يقوم يداس عليه. طب ايه السبب؟ احنا مش ضد القانون خالص يا فندم، طبق القانون. قول لنا بكرة الصبح الناس دي اجرمت في 1 2 3 قسما بالله العلي العظيم بمستوى الفكر والرقي بتاع جماهير نادي الزمالك عمرها ما هتخالف القانون، كانت خلفته على فكرة، والمستشار مرتضى منصور معاه يعني شعبية طاغية، كانت الناس نزلت ولبت الدعوات المشبوهه، لكن جماهير نادي الزمالك قابت وما عملتش ده. فلما يبقى النشئ ده احنا بنرسخ فيه لان اللي نفذ القرار بتاع التجميد ما بصش لبعد مهم جدا اليات التنفيذ، انت حضرتك في مشكله بمنتهى الصراحه، في مشكله مع رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. طب تمام، حضرتك هتجمل رئيس مجلس اداره نادي الزمالك لحين الفصل في المشكله دي، لا مساس بقى بالكيان. الكلمه دي والجمله دي ده تعهد من حضرتك امام الملايين. هل اللي حصل على مدار الشهور اللي فاتت في مساس كان لا مساس؟ ده نادي الزمالك استباح تماما، وصل الامر يعني ان الناس كانت بتطلع تتريق على نادي الزمالك في حين لما كان في مجلس اداره منتخب ما كانش في حد يجرؤ انه يتكلم على نادي الزمالك بالشكل ده، لان عارف ان الرد هيوصله بمنتهى القوه ومنتهى السرعه. فالنبره اللي اتكلمت بيها استاذه هويدا، طب طبق الموضوع ده، مش هقول على الملايين، على الالاف. النشأ بقى اللي في البيت ده لما يترسخ في موضوع زي ده، يبقى حضرتك بصيت لانتماء للبلد، انسى بقى اهلي وزمالك والكلام ده خالص، الانتماء للبلد، وما تقوليش دي كوره. لا حضرتك، انت الكوره بتحتاجها في اوقات مهمه جدا علشان توصل لها رسائل اللي انت دايما كنت بتخترق بيها حتى شعوب اخرى بتحبك عن طريق كره القدم وعن طريق الفن المصري، ملف الافريقي بالكامل. خالد الكلام ده ياخدنا لبطوله الدوري، يعني كتير من الزملكاويه انت واحد منهم تشعروا ان الدوري بتاعنا دوري منقوص، دوري معيوب. ايه المطلوب عشان يبقى عندنا دوري جاد ويفوز به الفريق الاحق بالتدريب؟ يبقى في عداله. واخدك بقى الحته عايز اتكلم فيها طبعا بعد احترامي للمداخله بتاعت استاذه هويدا، عايز اقول لها نادي الزمالك احنا مش بنشجع نادي، نادي الزمالك ده كيان احنا بنعشقه، وبعدين جمهور الزمالك مثقف، جمهور الزمالك بالملايين، واحنا كلنا مصريين، وان شاء الله مؤدب، جمهور مؤدب، جمهور مهذب لانه مثقف، ده يمكن سبب من اسباب الزمالك لانه مثقف وواعي، ودايما لما بيجي يكسب يعني مثلا تلاقي فرقه مثلا زي ماتش طلع الجيش، ما كناش كويسين، كنا وحشين، تلاقينا طالعين متضايقين، كسبان وانت زعلان، وعايز اخدك لحته الصبح، مين بقى انا عايزين نعرف
من اللجنة الجديدة دي هي عليها حاجات كتير جدا. تيجي تقول لنا مين اللي مشى باتشيكو وجاب كاردرو؟ لا انت بتتكلم على اللجنه اللي فاتت بقى، ما خلاص لا ما هم دول الجداد بقى يجوا يعرفوا لانه ده عليهم مشكله. مش هيشغلوا هو عنده اولويات اهم من انه مين اللي مشى باتشيكو يا باشا؟ ده عليهم زياده عن نص مليار، عن نص يا سيدي. عندهم ملف الالعاب الجماعيه ده مشكله كبيره، عندهم التجديد الاساسي مشكله كبيره، عندهم الرهان الاخطر وهو تحديد موعد الانتخابات. طب انت انا زي ما اقول قلت في بدايه الحلقه برجع تاني اقول، طب انت كلمتني عن الدوري افلح انصدق. انت ماشي، انت بالطريقه اللي بيلعب بيها كاردرون دي انت واثق في نادي الزمالك؟ بص يعني انت بتسالني سؤال انا جاوب. انا مش شايف هو بيعمل جديد. الزمالك من فتره طويله جدا يا خالد ما كانش عنده الروح التنافسيه ولا كان عنده شخصيه البطل. النهارده الوضع اختلف، الزمالك وهو سيء بيكسب، والاهلي كان بياخد الدوري لانه هو سيء بيكسب. انت دايما كنت بتكسب وانت كويس بس، لذلك انت المساله بالنسبه لك مستغربه، تقول لي طالع كسبان وزعلان. لا، الناحيه الثانيه كان بيبقى طالع سيء جدا وبيكسب بلس 100 مش بلس 90 بعد الماتشات كانت 12 دقيقه و10 دقايق وبيكسب فيه وبيطلع فرحان، فاهمني؟ لا انا بقول تستثمر الروح دي لانه ده ياخدنا برضه يا احمد شمس روح لعيبه الدوري، روح برضه المنافسه. حضرتك من احد العناصر الفاعلين داخل المطبخ الرياضي بشكل كبير جدا. تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني لما قال ان السيستم الجديد لاداره ملف الدوري والكره المصريه هيبقى بتعيين لجان، طبعا العداله ده شيء مهم جدا، لكن طول ما في موضوع اصله عمل تطوعي انا شايف ان ده الباب اللي بيدخل دايما منه الشيطان. البلاد العربيه دوريات العربيه زي الدوري السعودي والدوري الاماراتي والكلام ده كله، لا يا فندم، ايه المشكله ان انت تجيب لجنة في التحكيم يرقصها حكم انجليزي شهير؟ ايه المشكلة ان انت تجيب ناس من اسبانيا، ناس من ايطاليا، الناس اللي سبقتنا في الكرة دي دايما وتاخد راتب على فكرة. وتاخد راتب بيت كله مدفوع. ايه المشكلة؟ مش هيعرف ساعتها الوان لما تدفع. مش هيعرف الوان ساعتها. فهي دي شيء مهم جدا. وتعقيبا على كلمة حضرتك ان جمهور نادي الزمالك مؤدب، طبعا جمهور نادي الزمالك مؤدب وراقي، لكن عمر القوة ما تقاس بالغوغائية. يعني جمهور نادي الزمالك لا يلام ان الفتره اللي فاتت اسهل حاجه في الدنيا ان انت تعمل فوضى. لا ان شاء الله عايزين الفوضى من الزمالك، لكن جماهير نادي الزمالك ابد تماما 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 لوطنيتها الشديده، فما يبقاش ده الجزء اللي بتاخده جماهير نادي الزمالك على وطنيتها. مستشار هاني اتفضل. عندك احساس ان في دايما في قوه، مش هسميها قوه الشر، قوه الخير دايما بتبعد بين الزمالك وبين الدوري ده عبر التاريخ في محطات معينه؟ يعني طبعا طبعا ده بيزعلك كزملكاوي اكيد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو يعني فرقه نادي الزمالك بيبقى ليها دور برضو. يعني في اوقات احنا اللي بنضيع فرص معينه ان احنا نركب الدوري ونخلي كل العوامل اللي حوالينا ما تاثرش، ولكن بيبقى في ضغوط رهيبه جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في وقت من الاوقات احنا ما بنشككش في التحكيم المصري وما بنشككش في نزاهه الناس. لا انا بشكك وبقول ان التحكيم بيرتكب مشاكل طبعا. وبقول ان احنا عندنا لجنة مسابقات بتدينا جدول بيتغير 12 مرة في السنة. انا هتكلم في النقطة دي، ما بنحترموش من اول يوم. افترض مفيش دولة في العالم بتغير في جدولها. حضرتك حصل موقف تابعته مرة على احدى القنوات، كان كابتن محمد فاروق اللي هو المذيع دلوقتي في قناة النادي الاهلي وكان فرود في النادي الاهلي، فبيحكي موقف كطرفة كده يعني، هو موقف حصل له، فقال لك انه فوجئ في مرة جاله تليفون وكان الاهلي هيلعب تقريبا تاني يوم مباراه مع المصري او حاجه زي كده، فجاله تليفون من عضو مجلس اداره بالنادي الاهلي، فبيقول له ايوه، قال له ازيك يا كابتن فاروق، انا عايز اقول لك حاجه بقى، احنا بكره شد حيلك بقى معانا وبتاع. فقال له كابتن فاروق مين معايا؟ فقال له انا فلان الفلاني. محمد فاروق الحكم. قال فبيقول له ايه انت؟ قال له لا انا كابتن فاروق، محمد فاروق لعيب الكوره مش الحكم. سيد عبد الحفيظ. طب المكالمه دي لما انا بقول لحضرتك، لا دي انا برجع ليه بقى، ان عضو مجلس اداره تمام بيتصل بكابتن محمد فاروق الحكم واتصل بالغلط، وكمان القصه مش مختلقه، مش واحد من الزمالك طلع بيحكيها، لا ده كابتن محمد فاروق الاهلاوي ابن النادي الاهلي اللي هو النهارده في قناه النادي الاهلي وبيحكيها بعفويه، ودي تحسب لمحمد فاروق بالظبط. طب معانا الاستاذ احمد عثمان، مكالمه برضو ناخده معانا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا استاذ صبحي والكوكبه الجميله اللي مع حضرتك. اهلا بحضرتك. واولا كنت بشكرك على دعوتك الكريمه، وكنت اتمنى اكون معاكم الاستوديو لولا الظرف الطارئ اللي حصل. اي وقت تشرفنا، والبرنامج برنامج كل جماهير كره القدم المصريه وخصوصا الخطين الحمر. اتفضل. الله يخليك يا استاذ صبحي، ده يساعدني دايما. اهلا بيك.
انت عارف يعني معزتك عندي وحبك وللزمالك ده على راسنا من فوق. طب قول لي شايف ازاي النهارده الاعلان عن اللجنه الجديده؟ ما هو احنا يعني بيقول لك هلت ليالي حلوه وهنيه، اللجان رايحه واللجان جايه، انت مع مساله تعدد اللجان دي؟ يعني هل هتساعد الزمالك؟ بص يا استاذ صبحي، اتفضل. انا يمكن دخلت مع حضرتك اكتر من مداخله قبل كده، وكنت يمكن محتد جدا ومتضايق جدا من الوزير اشرف صبحي. ايوه، ولكن انا الحقيقه المره دي انا هقول لك انا الى حد كبير متفائل. حلو. لان اللجنه اللي موجوده المره دي مختلفه لسببين. السبب الاولاني انها جايه بنظام وبمواعيد. يعني ايه؟ يعني النظام ان فيها محمد الاتربي التشيرمان بتاع بنك مصر، طبعا معاها هاني بيرزي رجل صناعه محترم، طبعا عمرو ادهم بنكير محترم، حسين لبيب اسم كبير في جوه نادي الزمالك حتى لو كان الجناح اليمين لحسن مصطفى. بالظبط. بس انا اعتقد زملكاويته تغلب كتير قوي انه يكون المساعد بتاع حسن مصطفى. وعندنا برضو حسين السيد. وعندنا حسين السيد الله يبارك لك طبعا. يا صبحي ربنا يخليك. حسين السيد زملكاوي حتى النخاع وراجل وجدع يعني. ويعرف يعني ايه الزمالك كويس قوي. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان النهارده اول حاجه قالوها اللجنه دي ان احنا باب الترشح للانتخابات في شهر 7 ده هيتفتح، والدعوه للانتخابات في شهر سبتمبر. لا، وده الكلام اللي قاله لي شخصيا الدكتور اشرف صبحي، اكد لي ان الانتخابات هتتعمل في شهر 11، وده كلام نهائي. ايوه، يبقى فتح باب الترشح زي ما اعلن حسين السمري 1 سبتمبر، والانتخابات نص اكتوبر شهر 11. نص نوفمبر. بص حضرتك يا استاذ صبحي، الحاجه الثانيه اللي طلبتها انا شخصيا من الاستاذ محمد الاتربي وطلبتها من هاني بيرزي اصدقائي، طلبت ان هم يحافظوا على فريق الكوره ويحافظوا على فرق الصلاه طبعا، اليد والطايره والسله طبعا، دول لازم يكون اساس بالنسبه لهم قبل اي حاجه ثانيه، ويهدوا الاجواء داخل نادي الزمالك. واتمنى ان يتحقق حلمي ان ينزل المستشار مرتضى منصور ومعاه الدكتور مدحت العدل ومعاه امير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور. انا اعتقد ان المجلس الاداره ده يا فندم ممكن يعني يوقف يعيد الزمالك لكل الانتصارات اللي احنا عايشين فيها وعشنا فيها 6 سنين، واللي خلت كل من هو اهلاوي يحارب مرتضى منصور. بالتأكيد كلامك منطقي جدا، وأنا بشكرك على روحك الحلوة وعلى هدوءك النهاردة وعدم اندفاعك. يعني نرجع تاني يا خالد نتكلم بقى على بطولة الدوري. أنا مصر ليه أتكلم عن الدوري تاني؟ لأنه النهاردة الزمالك أقرب ما يكون للدرع إن شاء الله. ياخد الزمالك على مدار 10 سنوات يا أحمد كان دايما بيستسلف أول 5-6 ماتشات. صحيح. يرفع الراية البيضاء، ياخد 3-4 هزايم، بيركب الأهلي من بداية الموسم لنهاية الموسم. انما النهارده انت انتصار ورا انتصار، بالرغم ان مستواك زي انت ما قلت ما كانش جيد، لكنك بتصدر مشكله وازمه للفريق المنافس، انك تحطه دايما تحت مكسب بيجيب ضغط. مكسب لا أيوه. بتحطه تحت ضغط. ايوه، المكسب دلوقتي لازم يكسب كل ماتشات طبعا، فاهمني؟ فانا انتوا كناس فاعلين على السوشيال ميديا، انا شايف ان لازم يكون لكم دور مهم في انكم تتكلموا مع جماهير نادي الزمالك والناس تساند وتشجع بغض النظر على الاداء. يعني ما يطلعش النهارده ايه الزمالك وحش، اطلع على حد بيشتم بابا، حد بيشتم محمود علاء، حد بيشتم ساسي، حد بيشتم، لا، كره القدم عمر ما في لعيب في العالم بيقدم مستوى ثابت في كل المباريات. انت كل مباراه هيقع منك واحد او اثنين، خصوصا ان انت عندك لجنه في اتحاد كره القدم تقريبا مباراه ومباراه بتوقف لك واحد او اثنين من العناصر المهمه، فانت محتاج كل لعيب موجود مع الاحترام للجميع. شوف يا الصبح، احنا دايما بندعم اللعيبه واغلبيه اللعيبه كلها عندنا على الصفحات وعلى الجروبات، بيشوفوا احنا بندعمهم بنقف جنبهم، وان شاء الله عندهم ماتش يوم الاثنين صعب مع فرقه مع المصري بيدربها مدرب واعد علي ماهر، فان شاء الله ربنا يكرمهم في بطوله الدوري واحنا بندعمهم واقفين وراهم. بالعكس، احنا كان كل لما يطلع علينا المتحدث الرسمي بتاع المجلس دوت ويكون قبل ماتش مهم يقعد يقول لك نادي الزمالك مديون، نادي الزمالك مديون. بس خلي بالك، هو بقى صح، لو ما كانش متحدث رسمي يعني المتحدث الرسمي زميلنا عمرو الدردير، لكن ده يعني كان الاخ ابراهيم متطوع رسمي. المهم صحيح. المهم هو كان يطلع يعمل احباط، احنا كنا بنطلع بالعكس، كنا بنطلع ندافع عن اللعيبه وبنطلع يعني نشد من ازرهم. دي حاجه.
تاني حاجة أنا عايز أقول يعني أتمنى من الإدارة الجديدة دي والمجلس زي ما بيقولوا قامات كلهم إن هم يحققوا طموح جمهور نادي الزمالك، إن هم يجددوا لفرجاني ساسي، وإن هم يجددوا الخمس ست لعيبة، وفي يعني فرقة اليد في 9 لعيبة عايز يجدد لهم الصبح الفرقة بالكامل، لازم 9 لعيبة وفي عندهم حقوق، فدول يعني من أولويات المجلس. وعايز أقول للناس هم ليه بيقولوا جمهور الزمالك بيحبوا مرتضى منصور، ليه جمهور الزمالك بيعشق مرتضى منصور؟ الناس عايزة تعرف ليه جمهور الزمالك بيعشق مرتضى منصور. مرتضى منصور كان بيبيت زيادة عن 50-60 مليون زملكاوي مبسوطين، كان بيقول لهم اللي انتوا بتحلموا بأوامر، الجمهور ملوش علاقة بأوامر بحاجة غير كان بيجيب لهم. انت كان في الفترة مستقرة وعضو النادي عايز مكان كويس ونادي نضيف يقعد فيه. عمرنا يا أستاذ صبحي ما سمعنا، قعدنا على مدار 6 سنين ما سمعنا ان في لعيب ليه فلوس، ما سمعنا ان لعيب رايح يشتكي النادي، انما احنا دلوقتي سامعين نادي الزمالك ما دفعش ضرايب، نادي الزمالك هيقطعوا عليه الميه. لا خليك بقى، ده الكلام ده كان بيتقال في عهد اللجنه الجديده، وده ياخدنا اللجنه اللي تعينت النهارده يا سياده المستشار. اتفضل. انا شايفك بدايه الحال عندك نوع من التفاؤل طبعا، زي الاستاذ احمد عثمان اللي كلمنا دلوقتي. اكيد هو انا متفائل لنقطة، احنا في تحديد لموعد انتخابات، ده اهم شيء. يعني اهم شيء ان احنا نحدد موعد انتخابات ويكون فيه مجلس منتخب شرعي يختاروا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين اللي فعلا صوتهم هيبقى يعني لازم كل حد يكون أمين في اختيار الشخص اللي هيجي سواء عضو أو نائب أو أمين صندوق أو رئيس. فعايز النهاردة والقصة كلها، أنا عايز أقول برضو حاجة، إحنا المستشار مرتضى منصور، وبرضو بخاطب الناس حتى أعداء نادي الزمالك، إن المستشار مرتضى منصور مش هيكون يعني ربنا يزيده ويديله الصحة، ولكن نادي الزمالك مش هيقف عند مرتضى منصور، وهيطلع 100 مرتضى منصور تاني من داخل نادي الزمالك. يعني احنا ده اللي احنا عايزين نبسه جوه اعضاء نادي الزمالك واعضاء الجمعية العمومية والاعضاء اللي هيجوا بعد مرتضى منصور في الحق، ان يكون اي حد يقعد على الكرسي ده يدافع عن 3 حاجات: اولا الفرق الرياضية، ثانيا جماهير نادي الزمالك، ثالثا كناحية إنشائية واستثمارية للنادي. عايز أتكلم يعني. طبعا أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة على الدوري العام. الدوري العام السنة دي أنا شايف بيفكرني بدوري سيد عبد النعيم. يعني أنا حاسس إن الدوري السنة دي هي فاكرك الأستاذ عبد الحفيظ قلت لك لا ما ربنا يهديه يا رب. سيد عبد النعيم يعني الدوري ده طيب. انا من الدوريات من يعني سعدت ان انا كنت بتابعها مباراه لغايه الرمق الاخير، وكنت منتظر لحظه بلحظه لغايه لما تم انهاء المباراه الاسماعيلي ومباراه الاهلي وانبي. فاحنا النهارده الفرقه لازم ما تضيعش فرصه في اي نقطه، يعني اي مجهود اي عرق بلاش خلافات، الفرقه لازم تتحد. المستحقات المالية جايه يا جماعه، جايه نادي الزمالك فيه موارد كتير هتخش له الفتره اللي جايه، وفي وجود الانتخابات ان شاء الله فيه موارد كتيره داخله نادي الزمالك، في افكار كتير قوي تدخل موارد نادي الزمالك بسيطه جدا. هي ليه دايما جميل نادي الزمالك بيستنى لما انت تتكلم استنى المستشار يطلبني على التليفون؟ لا ما الناس بيعجبها بيا. اسمع لي، ناخد استاذ محمود ابو الوفا معانا. اهلا استاذ محمود من القاهره يشارك معانا. استاذ محمود ابو الوفا معانا. اهلا مساء الخير، ازيك يا استاذ محمود؟ اتفضل. تحياتي استاذ عبد السلام كروان حبيبي. الله يخليك. قرار الصحافه المصريه. الله يخليك. تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام خادم الشهداء هاني والاستاذ خالد نبا والاستاذ احمد كامس. اهلا وسهلا بكم، وتحيه لكل جماهير الزمالك العظيمه الوفيه والملقبه باحسن واوفى جمهور في العالم. تعليقك ايه على الاحداث اللي بيعيشها نادي الزمالك الفتره الاخيره، اللي بدات بلجنه جت ولجنه مشيت والنهارده لجنه جديده وما نعرفش بكره في لجنه ولا لا؟ والله يا استاذ صبحي انا هختصر كلامي في سؤال اوجهه لسيادتك ولسياده المستشار ولضيوفك ولكل من ينتمي الى الرياضه المصريه في مصر والعالم كله. هل ما حدث لنادي الزمالك قانوني ام غير قانوني؟ انا من ناحيتي في راجل قانون لا يفتى وهاني عيد في المدينه، لكن انا وجهه نظري لا غير قانون. اتفضل. غير قانون. السؤال الثاني حضرتك، لماذا يتم عدم تنفيذ القوانين لنادي الزمالك دون سواه في مصر؟ واللوائح كمان في المناسبات الرياضيه. هي اللوائح تعتبر قوانين. القانون بالنسبه للحل او التجبيد اقصد،
وكمان على مستوى كرة القدم منافسات اللوائح ما تطبقش غير على الزمالك. بالظبط، ما اللوائح هي قوانين يا استاذ طه. اللوائح تعتبر قوانين، وعدم تنفيذ القوانين في حد ذاته هو عدم عدل. واساسا القوانين صنت لارساء العدل بين الناس والحفاظ على الحقوق بين الناس. وعدم انصاف طرف على طرف ثاني، المساواه في كل شيء. الى اليوم من يوم 30 نوفمبر 2020 الى اليوم لم يتم احاله المستشار مرتضى منصور الى المحاكمه. انا لا انصر المستشار مرتضى منصور ولا انصر احد. انا بتكلم عن قانون، اما انه بريء او مدان. هل الى اللحظه التي نتحدث فيها الان هل المستشار مرتضى منصور مدان؟ لا، نص نص. مفيش حاجه باينه. نص نص نص، هذا في عرف، هذا في عرف، ولا تقربوا الصلاه عند السيد الوزير. اخذ نص الايه، قال لك عنده مخالفات وما قالش المخالفات ايه. قال لك في خروق للقانون ومبالغ طائله لا نعرف مداها ولا اين هي، ولم يعلن ما هي. مسك العصا من النص. لا، عمل ايه حضرتك؟ دمر نادي الزمالك، بدا تعيين لجان ثم لجان ثم لجان، والاخر والعهد على مراوي لن يتم اجراء انتخابات في الموعد المتحدث عنه الان. انا خايف معاك، هضم صوت لصوتك وخايف. اشكرك جدا يا استاذ محمود ابو الوفا، وارجع لك في الحته القانونيه. اتفضل. ما اتكلمناش اللي فات ده في مدى مطابقته للقانون ايه؟ يعني فكره التجميد، انا على قد ما اعرف ان القانون الرياضه الجديد ما فيهوش فكره الحل، انك تحل. هو لان انا يمكن حضرت في مجلس النواب اكتر من جلسه لمناقشه القانون، كنت موجود قعدت اشتغل بالذاكره، ما فيش حل. فهرب من دي بالتجميد. بالظبط يا فندم. طب هل ده تحايل على القانون؟ هو اقول لحضرتك حاجه، القصه كلها القصه في شخص مرتضى منصور. القصه مش في مجلس، بس انت لخصت الحكايه. القصه مش مجلس مخالف، وانا اقول لحضرتك القصه مش في مجلس عنده مخالفات خالص. القصه في شخص مرتضى منصور، وللاسف الشديد يعني المستشار مرتضى منصور بقدر الذكاء وبقدر يعني خبراته الحياتيه وخبراته القانونيه وخبراته في الاداره، ولكن للاسف الشديد هو فتح جبهات كتير قوي، وده كان برضه غصب عنه. يعني هو كان بيرد في كذا اتجاه، وكان بدات العداءات تزيد. يعني احنا بقى عندنا عداءات خاصه مع المستشار مرتضى منصور من اعلاميين ومن حكام ومن صحفيين ومن سياسيين، وكل للاسف الشديد الى جانب ابناء نادي الزمالك. كل للاسف الشديد ان اي حد كان ضد المستشار في الانتخابات بقى اصبح عدو. يا جماعه ما احنا نلم الامور. بالزبط. النهارده حضرتك اي نادي المفروض يبقى فيه استقرار. هنا نرجع تاني لقصه الرموز، هنا نرجع تاني لقصه الرموز، ان النهارده لازم كلنا نتكاتف يا جماعه بسرعه جدا. تقريبا وقتنا خلص. طبعا حلقه ممتعه، انا مستمتع معاكم جدا. كلنا مستمتعين والله محبت. يمكن افضل من حلقات كتير انا عملتها. بسرعه، مدرب منتخب المغرب ضم بن شرقي. صحيح. المحترف الوحيد في افريقيا. صحيح. اللي انضم للمنتخب ورفض بدري بنون، قال لك جسمه ما فيهاش لعيب كوره. تعقيبك بسرعه. هو طبق الواقع. الراجل ما يعرفش الوان. خالد، اهم ما بتحتاجه من المجلس الجديد اللي جاي او اللجنه اللي جايه؟ التجديد لساسي، ربنا يوفقهم ويشوفوا يدفعوا مستحقات اللعيبه. مفيش في القضاء توقعات، لكن توقعاتك ايه لجنه القيمه المضافه اللي انت مسؤول عنها؟ قضيه القيمه المضافه انا بهمس في اذن الاستاذ حسام المندوه، وبهمس في اذن الاداره. لو سمحتوا انظروا للاعضاء هذا الملف، حتى لو هي أموال دولة على النادي، ونشوف حل. وبطمن كل الأعضاء، أنا عايز أطمن كل أعضاء نادي الزمالك إن شاء الله الموضوع ده هيتحل خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله كلنا على قلب رجل واحد وكلنا اتحدنا، وأنا إن شاء الله أكون على قد المسؤولية وهقعد مع الإدارة أو اللجنة الحالية، وبإذن الله نلاقي حل أو نلاقي حل قانوني في أقرب وقت. وما تخافوش، هتتجدد الكرنيهات في وقتها ومفيش أي تصدي لكم بإذن الله. أشكرك يا سيادة المستشار، شرفتني ونورتني. شكرا شكرا جزيلا. أحمد بتضحك، بتعمل كده عايز تقول حاجة ما تقفل. عايز أقول بس في نص ثانية. حالا لاعبي نادي الزمالك، سوروا لكرامتكم، سوروا لكرامة كابتنكم شيكابالا اللي دافع عن شعبية النادي ده على مدار 10 سنين،
صوروا لجماهيركم الصوره بتاعتكم هتبقى في الملعب. 15 سنه مش 10 سنين مش كمان من لما بيلعب ما قبل اكتر من 15 في 10 سنوات العجاف حافظ على شعبيه النادي ده. الصوره بتاعتكم تبقى في الملعب وان انتوا تهدوا الدرع ده لجماهيركم. وانت شرفتني ونورتني خالد نفسك في حاجه قبل ما تمشي؟ لا اتشرفت بيك ويا رب نكون اسعدنا جماهير. وعايز اقول حاجه لكل جماهير نادي الزمالك، احنا مش بنشجع نادي الزمالك، نادي الزمالك مش نادي بنشجعه، ده كيان من عشقه. الله حبيبي تصبحوا على خير وسعيد جدا انكم كنتوا معانا وان شاء الله نتكرر في حلقه ثانيه. اعزائي المشاهدين يا رب النهارده نكون ضيوف خفاف عليكم. متشكر جدا لاهتمامكم ومتشكر لتركيزكم وانصاتكم للنهايه. ان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من 2-0.